بسم الله الرحمن الرحيم. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن مستندات العطاء، قلنا اللي هي بتتكون من التندرنج بروسيدرز، اجراءات العطاء، الكونديشن اوف كونتراكت، شروط التعاقد، دروينج الرسومات، السبيكس، المواصفات، بيل اوف كونتس، قائمه الكميات، وجيو تكنيكال ريبورت، تقرير التربه لو في، والفيزابيلتي ستادي، دراسه الجدوى لو موجوده. وبدانا في التندرنج بروسيدرز، قلنا اللي هي بتتكون من invitation to bidders, tendering conditions and procedures, letter of tender and appendix, forms of schedule of supplementary information, forms of securities, the agreement. واتكلمنا على invitation to bidders، الدعوة اللي بتقدم للمقاولين، والفورمة اللي حضرتك المفروض بتملاها وبتمضي عليها ان حضرتك استلمت الدعوة، كذلك عندك النية اللي انت هتقدم عرض للمشروع. واتكلمنا عن التندرنج conditions and procedures، هي إجراءات وشروط تقديم العطاءات، وكلمنا فيها عن إزاي هقدم العطاء بتاعي، زيارة الموقع وإعداد العطاءات، سريان العرض المقدم وضمان العطاء، طريقة تقديم العروض أو العطاءات، فتح العطاءات وتقييم العروض المختلفة، المقارنة ما بين العروض وكيفية تصحيح الأخطاء بالعرض المالي، واتكلمنا كمان عن ضمان الأداء وتوقيع الاتفاقية اللي في الآخر. في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن الجزء الثالث اللي هو Letter of Tender and Appendix. Letter of Tender، خطاب العطاء، دي فورمة بتكون موجودة في Tendering Procedures، إجراءات التعاقد، بيتم إعدادها بواسطة الاستشاري أو مهندسين رب العمل، وبيملاها المقاول، بتكون فيها إيه؟ Project Name و Project Location والبيانات بتاعة رب العمل من حيث الأدرس واتنشن ومين الشخص المسؤول والايميل والاوفيس التليفون والموبايل تليفون والفاكس، ارقام التليفونات، بيكون مطلوب من مقدم العطاءات اللي هو يملاها. We have examined book 1, 2, 3, 4, 5, the attached appendix and addenda number, being the tender documents for the procurement, construction, completion, guarantee and maintenance of the project. تم فحص هي مستندات العطاء بوك 1 و 2 و 3 و 4 و 5 اللي احنا قلنا عليهم، اجراءات التعاقد وشروط التعاقد والمواصفات والرسومات وقائمة الكميات والملحقات التي تمثل مستندات العطاء لتنفيذ والانتهاء وضمان وصيانة المشروع، وبيكتب اسم المشروع. We have examined, understood and checked these documents and have ascertained that they contain no errors or other defects. وتم فحصها وفهم المستندات دي اللي هي مستندات المشروع، تم التأكد من خلوها من أي أخطاء. We accordingly the undersigned offer to execute, complete, guarantee and maintenance all of said work in conformity with the said documents and country law. هنا بيكتب اسم البلد، وبناء عليه الموقع أدناه بالتقدم لتنفيذ وإنهاء وضمان وصيانة جميع الأعمال طبقا لهذه المستندات وقانون البلد. For the total sum of amount or such other sum as may be ascertained in accordance with the conditions contained in the tender of document، قيمة إجمالي قيمة أو أي مبالغ أخرى طبقا لشروط التعاقد الموجودة في مستندات العطاء. The tender price shall not be subject to escalation and represents for remuneration for the execution, completion, guarantee and maintenance of all work described in the tender documents. وسعر المشروع لن يخضع لأي زيادة، يعتبر سعر نهائي ومكافئ وشامل لجميع أعمال التنفيذ والإنهاء والضمان والصيانة لجميع الأعمال الموضحة في مستندات العطاء. We hereby declare without reservation to execute the said works in conformity with the conditions contained in the tender documents, having understood the meaning and the scope of all such documents clearly and having considered them as one indivisible whole and various conditions and clauses mutually complementary and explanatory, and this after having evaluated for ourselves and at our entire responsibility the nature and difficulty of the said works. نحن نعلن بدون أي تحفظ تنفيذ الأعمال المذكرة طبقا لشروط التعاقد الموجودة في مستندات العطاء، وفهم نطاق الأعمال لهذه المستندات التي تعتبر واحدة واحدة لا تتجزأ، وتعتبر شروط التعاقد والبنود متمم لبعضه البعض، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار وعلى كامل مسؤوليتنا طبيعة وصعوبة هذه الأعمال. We agree to abide by the standard for a period of 90 days and shall remain bidding upon us and may be accepted at any time before the expiration of this period. We acknowledge that the appendix forms part of this letter of tender. نحن نلتزم بموجب هذا العطاء أو هذا العرض المقدم بفترة 90 يوم، والعرض
يبقى ساري ويمكن قبوله قبل انتهاء سريان هذه الفترة، والنموذج يمثل جزء من خطاب العطاء. If this offer is accepted, we will provide the specified performance security commence the works as soon as reasonably practicable after the commencement date and complete the works in accordance with the above named documents within the time for completion. We guarantee that the works will then conform with the schedule of guarantees. في حالة قبول هذا العطاء سوف نقدم ضمان الأداء وكذلك البدء في تنفيذ الأعمال في أسرع وقت ممكن وكذلك الانتهاء من الأعمال طبقا لمستندات العطاء في الفترة المحددة. Unless and until a formal agreement is prepared and executed, this letter of tender together with your written acceptance thereof shall constitute a binding contract between us. حتى الانتهاء من إعداد الاتفاقية سوف يعتبر هذا الخط الخطاب اللي هو خطاب العطاء وكذلك خطاب القبول عقد ملزم بين الطرفين بيننا. He understands that the employer is not bound to accept the lowest or any tender you may receive. نحن نفهم على علم ودراية أن رب العمل غير ملزم إن هو يقبل أقل عرض أو أي عرض مقدم لي. We have completely satisfied ourselves as to the soil nature and its exceptions. We hereby declare that we shall not claim to the employer or to the engineer for any reason with regard to soil nature and the soil risk is completely taken by us. نحن عن علم أو دراية بطبيعة التربة ولن نقوم بعمل أي مطالبات لرب العمل أو الاستشاري لأي سبب متعلق بطبيعة التربة ونتحمل بالكامل المخاطر الناتجة عنها. We include our tender security issued by تم إدراج أو إلحاق ضمان العطاء الصادر من الجهة بالقيمة المحددة وساري حتى التاريخ المحدد وبعد كده بيبقى السيجنتشر والأدرس والديت. ده بيكون شكل خطاب العطاء اللي بيتقدم مع العرض بتاع حضرتك وده اللي قلنا اللي بكتب فيه القيمة بتاعة العرض بتاع حضرتك. هنبدأ بعد كده في الداتا شيت. الداتا شيت اللي كنا على طول بيقول لك طبقا للداتا شيت الموجودة لما نيجي نتكلم على فترة سريان العقد يقول لك طبقا للداتا شيت، يتكلم على ضمان الأداء، يتكلم على ضمان العطاء، يتكلم على الدفعة المقدمة، يتكلم على اللغة، يتكلم على العملة، يقول لك طبقا للداتا شيت. تعال نشوف الداتا شيت بيكون مكتوب فيها ايه. أول حاجة the name of employer كتب فيه اسم رب العمل، method of selection هل هنختار طبقا للكوست ولا quality and cost based selection، هنا quality طبقا للجودة والسعر. technical proposal is requested مطلوب ان هنا حضرتك تقدم العرض الفني، والفاينانشال بروبوزال از ريكويستد والعرض المالي مطلوب. ذا نيم اوبجكتيف اند ديسكريبشن اوف ذا بروجكت بيتكتب هنا كونستراكشن اوف وبيكتب السكوب بتاع المشروع. ابري بروبوزال ميتنج ويل بي هيلدد يس اف ريكويستد بالنسبه للميتنج لو مطلوب لو الطلب من قبل مقدم العطاءات هيكون فيه. Name, address, and telephone numbers of the employer officials. الناس المعنيين من قبل رب العمل بيكتب أساميهم وبيكتب أرقام تلفوناتهم والعناوين بتاعتهم. Proposal should be submitted in the following language. اللغة اللي هتقدم بيها العطاء بتاع حضرتك English and optional Arabic. Content of the technical proposal ده اللي نتكلم فيه. والcontent of the financial proposal ده هو مطلوب original and two copies مطلوب من العرض الأصلي ونسختين منه. وهنتكلم دلوقتي على محتويات content of technical proposal محتويات العرض الفني. هيكون في original and two copies on العرض الأصلي والنسختين منه من following الآتي. When more than one company has formed a joint venture or consortium for the purpose of this project an official joint venture agreement as referred to clause 3.3 herein detailing the responsibility of each company and the organizational chart shall be included as well as a copy of the agreement entered into by the joint venture partner shall be enclosed. كذلك لو في شركة عملت شراكة أو مقاول عمل شراكة مع شركة أخرى لازم يكون في الاتفاقية الأصل موجودة بتبين مسؤوليات والorganizational chart اللي هو الهيكل بتاع الهيكل التنظيمي للشركة موجودة في العرض الفني بتاع حضرتك. A statement certifying that the bidder has visited the site and familiarized himself with all conditions which mainly affect his
tender and that he has no queries or other contractual matters such as access to site. وبيان بيتعهد في مقدم العطاء ان هو زار الموقع واخد في اعتباره كل الظروف اللي ممكن تأثر عليه في تقديم العطاءات وما عندوش اي استفسارات وما عندوش اي مشاكل تعاقدية مثل الوصول الى الموقع. رقم 3 copy of the memorandum bylaws and article of association of the bidder's establishment. الورق بيثبت وجود الشركة او الشراكة او شركة المقاولات. power of attorney of signatory of the tender. كذلك خطاب تفويض للشخص المخول للعطاء. and evidence indicating that the tender bond is accordance with part 4 herein is including in the financial envelope. وكمان دليل بيؤكد ان خطاب الضمان للعطاء موجود في المظروف الفني او العرض الفني طبقا للفورما اللي موجوده في بارت 4 اللي هو الجزء الرابع اللي احنا هنتكلم فيه بعد كده اللي هو النماذج لخطاب الضمان وخطاب العطاء. table indicating the bidder experience in relation to previous project executed in the last 5 years of similar size and complexity demonstrating their ability to carry out the works. وجدول بيوضح خبرة مقدمي العطاءات في مشاريع مماثلة تم تنفيذها في آخر 5 سنين مماثلة من حيث الحجم ودرجة الصعوبة وتبرهن قدرته على تنفيذ الأعمال their ability to carry out the works together with the employer certificates of satisfaction of the contractor compliance with regard to quality of work project completion date and budget. وكذلك شهادة رضاء من الاونر رب العمل على اداء المقاول بالنسبه للكواليتي اللي هي الجوده وانهاء الاعمال في الوقت المحدد وكذلك البادجت المعينه وكذلك المبلغ المالي المحدد لتنفيذ المشاريع المماثله لهذا المشروع. We pre-qualifications of proposed subcontractor to be used by the contractor. وكذلك السيره الذاتيه للمقاولين الباطن اللي هيتم استخدامهم بواسطه المقاول الرئيسي او مقدم العطاء. Method statement, schedule details, catalog data, calculation and submittals required in the tender document and the other document which is the bidder fields are relevant to his tender submission to clarify or support his tender arranged in the same sequence as the tender documents. وكذلك أي طرق للتنفيذ أو مخططات أو تفاصيل أو كتالوجات أو حسابات أو أي submittals مستندات أخرى مطلوبة في مستندات العطاء ومتعلقة بالمشروع أو بتنفيذه للمشروع. وكذلك لازم تكون بالترتيب المحدد في الداتا شيت أو التندر دوكيمنتس لمستندات العطاء. construction plan, preliminary execution schedule and the list of main equipment and plan including their source of execution of the works. خطة التنفيذ وكذلك أي برامج زمنية للتنفيذ وكذلك قائمة بالمعدات الأساسية اللي يتم استخدامها في التنفيذ. procurement schedule highlighting the material will be imported and expected dates of purchase orders in the line with the construction plan. وكذلك البرنامج الزمني للمشتريات بيبين فيه الماتيريال المواد التي سوف يتم استيرادها وكذلك التواريخ المتوقعة لعملية الشراء متماشي مع خطة التنفيذ بتاعته. CV of key jobs site personnel highlighting task assigned years with firm key qualifications experience relevant to work required and employment record in accordance with the herein attached format. كذلك السيرة الذاتية للأشخاص اللي هيتم تعيينهم في المشروع من أول مديرين المشاريع لحد المهندسين والمشرفين والعمالة وحتى المحاسبين وإيه المهام الموكلة ليهم وعدد السنين اللي قضوها في الشركة وكذلك خبرتهم في تنفيذ أعمال مماثلة طبقا للنموذج الموجود هنا في التندرينج بروسيدر إجراءات التعاقد. contractor additional items with complete item details but excluding rates and prices. وكذلك أي بنود إضافية للمقاول. the original copy of the following documents stamped and signed by the bidder representative. والنسخة الأصلية أو العرض الأصلي من المستندات الآتية اللي هو contract conditions و technical specifications و tender documents اللي هي شروط التعاقد والمواصفات والرسومات تكون ممضية من ممثل مقدم العطاء. ودي آخر حاجة هنتكلم دلوقتي عن العرض المالي. envelope with the tender, title
inscribed on with no marks indicating the bidder. It will contain the original and two copies of the following. ظرف موضح عليه العرض المقدم بدون ذكر مقدم العطاء مكون من العرض الأصلي ونسختين من the following الآتي tendering procedures standard and appendix tender completed إجراءات التعاقد وكذلك الملحقات cash flow diagram كذلك الكاش إن والكاش أوت المتوقع خلال فترة تنفيذ المشروع bill of contents completed indicating contractor additional items to give total tender price كذلك قائمة الكميات كاملة شاملة أي بنود إضافية للمقاول عشان يدي السعر النهائي للتندر أو العرض المقدم من قبل مقدمي العطاء وآخر حاجة التندر بوند اللي هو ضمان العطاء كمل الداتا شيت بالبوزن ماستر مين فاليد دي الفترة اللي هيبقى فيها العرض المقدم من حضرتك ساري حتى 90 يوم على الأقل 90 يوم بدرد ماست سبميت مقدم العطاء يجب أن يقدم one original offer and two copies of the offer plus one soft copy حضرتك مطالب أن تقدم العرض الأصلي ونسختين منه وكذلك نسخة على CD أو اسطوانة the proposal submission address العنوان اللي هتتم فيه تقديم العطاء proposal must be submitted not later than the following date and time بيكتب هنا التاريخ والوقت bid bond القيمة بتاعتها أو النسبة بتاعتها performance bond كذلك The address to send information to the employer بيتكتب هنا العنوان The weights given to technical and financial proposal are بالنسبة للتكنيكال 70% 70% وبالنسبة للفاينانشال 30% دي أعلى قيمة ممكن تجيبها في الفاينانشال 30% وأعلى قيمة ممكن تجيبها في التكنيكال 70% The sort of selling rates is central bank of the country ده سعر العملة بيكون سعر البنك المركزي في البلد وكذلك the date of exchange rates is date of submittal of proposal وكذلك السعر هو السعر بتاع يوم تقديم العطاء بقية الداتا شيت employer's name وهنا محطوط خانة إضافية للسب كلوز اللي موجودة في condition of contract employer's name والemployer's address time for completion فترة التنفيذ وبتتحدد fixed liability period فترة الاختيار بالعيوب 1 year سنة واحدة electronic transmission system fax and email governing law القانون الحاكم ruling law اللغة اللي هتبقى حاكمة او اللي هي السيدة language of communication اللغة بتاعت التواصل تكون English وهنا Egyptian civil law بالنسبة للقانون time for access to the site within 14 days after commencement date في خلال 14 يوم من تاريخ بدء التنفيذ amount of performance security 10% من قيمة العقد normal working hours عدد ساعات العمل هيكون 10 ساعات we delay damages of the works لو غرامات التأخير 2% per week or part of week 2% عن كل أسبوع أو جزء أسبوع maximum amount of delay damage أعلى قيمة أو أعلى نسبة لغرامات التأخير هتكون 10% of final contract price 10% من السعر النهائي للمشروع total advance payment 10% of the accepted contract amount 10% من قيمة العقد percent of retention قيمة retention أو الاستقطاع تكون 10% of final contract price 10% من قيمة العقد النهائي minimum amount of Ethereum certificate أقل قيمة للمستخلص المقدم 2% of contract price 2% من ثمن العقد currency of payment العملة اللي هتم بيها الدفع Egyptian pounds as named in the letter of tender the DAB shall be the engineer the DAB هو dispute adjudication board اللي هو مجلس فض المنازعات هيكون هنا الاستشاري او مهندس المشروع arbitration rules اللي هو قواعد او قوانين التحكيم the rules and the laws of Arab Republic of Egypt and in the Egyptian courts كذلك القانون المصري والمحاكم المصرية هي اللي هتكون هي قوانين التحكيم في حالة اللجوء للتحكيم آخر حاجة في letter of tenders and the appendix list of subcontractors list أو القائمة بتاعت مقاولين الباطن اللي هيتم التعاقد معاهم من قبل مقدم العطاء لتنفيذ بعض البنود في المشروع بيتكتب هنا الـ items element of work عناصر اللي هم هيشتغلوها أو الجزء اللي هو هيشتغل scope of work proximate value قيمة الأعمال اللي هينفذها كذلك name address of subcontractor الاسم والعنوان بتاع مقاول الباطن
و statement of similar work previously executed، وكذلك بيان بالأعمال المماثلة اللي نفذها قبل كده. The bidder shall enter in this schedule a list of the sections and the approximate value of the work for which he purposed to use subcontractor together with the name, the address of the purposed subcontractor. زي ما قلنا فوق ووضحنا، لو مطلوب منه لو يقدم نطاق الأعمال وكذلك الاسم وقيمة الأعمال المنفذة من قبل مقاول الباطن. The bidder shall also enter a statement of similar works previously executed by the proposed subcontractor indicating description, location and value of work here completed and name and address of the employer or engineer. كذلك ان هو لازم يقدم بيان بالاعمال المماثلة اللي نفذها قبل كده، موضح فيها وصف الاعمال والموقع وكذلك قيمة الاعمال اللي نفذها المماثلة واتنفذت في أي سنة، التاريخ اللي اتنفذ فيها، وكذلك أسماء وعناوين رب العمل والاستشاري اللي اشتغلوا معايا في نفس المشروع. Not to the withstanding such information, the bidder, if awarded the contract, shall remain entirely and solely responsible for the satisfactory completion of the works. وفي حالة منح العطاء أو العقد للمقدم العطاء هيكون مسؤول مسؤولية كاملة عن الأعمال المنفذة من مقاول الباطن أو مقاولين الباطن اللي هو استخدمهم معايا في المشروع. كده يكون احنا خلصنا الجزء الثالث بتاع Letter of Tender and the Appendix. هنبدأ دلوقتي في الجزء الرابع اللي هو Forms of Schedules of Supplementary Information. أول حاجة فيها لو Schedule 1 Estimated Contract Payment، الجدول ده حضرتك بتكتب فيه الدفعات اللي حضرتك متوقع تاخدها كبرسنتج وكأماونت وكميوليتيف، بحيث لو مع آخر فترة للمشروع أو آخر شهر من المشروع بيكون النسبة دي وصلت 100% بتاعت الـ aggregate amount بتبقى 100%، وهنا التندر برايس بيكون الأماونت بتاعته مكتوبة. The tabulation should be supported by a proposed program of works and bar chart prepared by the bidder indicating the approximate quantities of measured bill of quantities items expected to be performed during contract price. والجدول ده كمان بيكون ملحق بيه برنامج زمني وبار تشارت موضح فيه الكميات التقريبية الأساسية في قائمة الكميات المتوقع تنفيذها في خلال فترة المشروع أو فترة العقد. The proposed program of works of the successful bidder will be superseded by a detailed program pursuant to clause 14 of the contract conditions, contract price and payment. وفي حالة نجاح مقدم العطاء في الحصول على العقد عليه ان هو يقدم برنامج زمني مفصل بعد كده طبقا لشروط التعاقد. The bidder's estimate of payment shall be made at basic rates excluding price adjustment provisions of any the advance payment and any other material on site. وكمان وتقديره للدفعات لازم يكون مبني على الأسعار الأساسية بدون الأخذ في الاعتبار أي تعديلات ممكن تحصل، وكذلك الدفعة المقدمة والماتيريال اون سايت اللي هي الدفعات بتاعت تشوين المواد في الموقع. But should take into account retention money deductions and the repayment and the stipulated time interval to receipt of payment after submission of interim certificate، وكذلك الأخذ في الاعتبار الاستقطاعات اللي هيتم دفعها وكذلك الفترة الزمنية بين تقديم المستخلص والحصول على الدفعة. الاسكادول الثاني اللي هو Major Item of Construction Plant، المعدات أو الآلات اللي هيتم استخدامها في المشروع. الجدول ده هيوضح فيها الديسكريبشن الوصف، عددهم، Years of Manufacture، سنة الصنع، New or Used، جديدة ولا مستعملة، Owned or Leased، مملوكة للشركة أو للمقاول ولا إيجار، وكذلك الباور ريتنج والكاباسيتي السعة بتاعتها والقدرة بتاعتها. The bidder shall enter in this schedule on major items of construction plant which he proposed to bring on site was owned or released. وعلى مقدمي العطاءات إن هم يملوا الجدول ده بالآلات والمعدات اللي هم مفترض إن هم يستخدموها أو يحضروها للموقع للاستخدام في التنفيذ سواء كانت مملوكة أو إيجار. الاسكادول الثالث اللي هو الكي بيرسونال، افراد المقاول اللي هيتم الاستعانه بيهم لتنفيذ المشروع، من اول الهيد كوارترز الدايركتورز مديرين المشاريع للمهندسين زي ما قلنا، لكل واحد الديوتس بتاعته المهام بتاعته عدد سنين الخبره والسيره الذاتيه،
The bidders shall list in this schedule the key personal indicating first nominee and the second choice alternate. You will employ from headquarters and from site office to direct and execute the work together with their qualification, experience, positions held and their nationalities. وعلى مقدمي العطاءات إن هم يملوا الجدول ده بالأفراد أو الأشخاص اللي هيتم الاستعانة بيهم لتنفيذ المشروع الاختيار الأول وكذلك الاختيار التاني من الناس اللي هتشتغل سواء في المشاريع أو من المكتب الرئيسي لتنفيذ الأعمال موضح فيه المؤهلات بتاعتهم وخبرتهم وكذلك المسمى الوظيفي لكل شخص والناشوناليتيز اللي هي الجنسية بتاعت كل شخص. وده كان الجزء الرابع اللي هو Forms of Schedule of Supplementary Information من التندرنج بروسيدرز اللي هي إجراءات التعاقد. دلوقتي هنخش في الجزء الخامس Forms of Securities اللي هي نماذج الضمان. أول حاجة Form of Tender Security نموذج لضمان العطاء بيكون فيه Construction of Project Name بيكتب اسم المشروع بيكتب كمان Name and Address of the Employer اسم رب العمل والبيانات بتاعته والأرقام التلفونات والإيميل. We have been informed that كتب هنا اسم مقدم العطاء called the principal is submitting an offer for such contract in response to your invitation and that the conditions of your invitation which are set in the document entitled tendering procedures require his offer to be supported by a tender security. تم إخبارنا بأن مقدم العطاء تقدم بعرض ردا على الدعوة للعطاء وشروط الدعوة الموجودة بالمستندات اللي هي مستندات العطاء تتطلب تقديم ضمان العطاء مع العرض المقدم. At the request of the principal, undertake to pay you the employer any sum or sum not exceeding in total the amount of وبكتب القيمة المحددة في الداتا شيت upon receipt by us of your demand in writing and your written statement in the demand stating that بناء على طلب مقدم العطاء نتعهد بالدفع لرب العمل اي مبلغ او مبالغ لا تتعدى اجمالي القيمة اللي هي محددة في الداتا شيت ومجرد الطلب كتابيا من قبلكم في الحالات الاتية stating that the principal has without your agreement withdrawn his offer after the latest time specified for its submission and before the expiry of its period of validity. أن يقوم مقدم العطاء بسحب العطاء المقدم بعد آخر ميعاد تسليم العطاءات أو قبل انتهاء فترة سريان العقد بدون اتفاق مع رب العمل. Or the principal has refused to accept the correction of errors in his offer in accordance with such conditions of invitation. أو مقدم العطاء رفض تصحيح الأخطاء بالعرض المقدم طبقا لشروط الدعوة. Or you awarded the contract to the principal and he has failed to comply with sub clause 1.6 of the condition of the contract agreement او فشل مقدم العطاء بعد منح العقد في الامتثال للبند 1.6 من شروط التعاقد اللي هو اتفاقية العقد. Or you award the contract to the principal and he has failed to comply with sub clause 4.2 condition of the contract performance security او الفشل في الامتثال للبند 4.2 وهو ضمان الأداء. Any demand for payment must contain your signature which may be authenticated by your bank cards or by Notary Public. The syndicated demand and statement must be received by us at this office on or before the date 35 days after the expiry of the validity of the letter of tender. When this guarantee shall expire and shall be returned to us. أي مطالبات للدفع يجب أن تكون موقعة وموثقة من الشخص المخول وأي مطالبات يجب أن تسلم للمكتب في خلال أو قبل اليوم 35 بعد انتهاء فترة سريان خطاب العطاء والتي بعدها يعتبر هذا الضمان لاغي ويجب إرجاعه إلينا. وتحت التاريخ والسيجنتشر الإمضاء دي بتكون الفورمة بتاع الضمان الأداء اللي بتكون موجودة في إجراءات التعاقد وبيملاها الضامن اللي هو البنك. النموذج اللي بعد كده Form of Performance Security نموذج بتاع ضمان الأداء بيكون تقريبا مماثل لضمان العطاء بس في بعض التغييرات البسيطة. We have been informed that the principal is your contractor under such contract which requires him to obtain a performance security. تم إخبارنا أن مقدم العطاء والمقاول الخاص بك طبقا للتعاقد مطالب بتقديم ضمان الأداء
ونفس التعهد بناء على طلب مقدم العطاء نتعهد بالدفع لرب العمل أي مبلغ أو مبالغ لا تتعدى إجمالي القيمة المحددة في الداتا شيت بمجرد الطلب كتابيا من قبلكم. في حالة فشل مقدم العطاء في الامتثال للالتزامات التعاقدية أو في حالة حدوث خارق لشروط التعاقد، وبرضو أي مطالبات للدفع يجب أن تكون موقعة موثقة من الشخص المخول، وأي مطالبات يجب أن تسلم للمكتب في خلال أو قبل اليوم، هنا اليوم 70 بعد انتهاء فترة الإخطار بالعيوب، والتي بعدها يعتبر هذا الضمان لاغي ويجب إرجاعه إلينا. الجزء ده زيادة في ضمان الأداء وضمان الدفعة المقدمة. تم إخبارنا بأن المستفيد اللي هو رب العمل ممكن أن يطلب مد فترة الضمان في حالة أن شهادة الأداء لم يتم إصدارها طبقا للعقد في اليوم 28 قبل انتهاء فترة الصلاحية. نتعهد لك بدفع قيمة الضمان خلال فترة 28 يوم بمجرد تقديم مطالبة كتابية موضحا فيها أن شهادة الأداء لم يتم إصدارها لأسباب متعلقة بالمقاول وهذا الضمان لم يتم مده، وتحت بيبقى السيجنتشر وذس guarantee shall be governed by the laws of the country، بكتب اسم البلد. وآخر فورمة اللي هي الفورمة بتاعت الـ Advance Payment، ضمان الدفعة المقدمة. لما المقاول بياخد دفعة مقدمة من رب العمل عليه إن هو يقدم خطاب ضمان من البنك، وده النموذج بتاعها بيكون كالآتي: We have been informed that the principal is your contractor under such contract and wishes to receive an advance payment for which the contract requires him to obtain a guarantee. تم إخبارنا بأن مقدم العطاء أو المقاول الخاص بكم طبقا للعقد يرغب في الحصول على دفعة مقدمة، وأن العقد يلزمه بتقديم خطاب ضمان للدفعة المقدمة. وبناء على طلب مقدم العطاء نتعهد بالدفع لرب العمل أو المستفيد أي مبلغ أو مبالغ لا تتعدى إجمالي القيمة، بكتب القيمة بتاعة الدفعة المقدمة، بمجرد الطلب كتابيا من قبلكم في الحالات الآتية: فشل المقاول في إعادة الدفعة المقدمة طبقا لشروط التعاقد، أو أي مبلغ فشل المقاول في دفعه، وهذا الضمان يعتبر فعال بمجرد استلام المقاول للدفعة المقدمة، وقيمة الضمان يجب تقليلها أو تعديلها طبقا للقيمة التي يتم ردها من قبل المقاول بالدليل طبقا للبند 14.6 من شروط التعاقد. وسوف يتم إخباركم بالقيمة المعدلة زي ما شرحنا في الكورسات بتاعة الفيديك، وقلنا إن لما المقاول بياخد دفعة مقدمة كل شهر أو كل مستخلص بيقدمه بيتم خصم جزء من الدفعة المقدمة، وإن خطاب الضمان للدفعة المقدمة هيتم تعديله طبقا للقيمة المتبقية على المقاول من الدفعة المقدمة التي لم يتم إرجاعها. أي مطالبات للدفع يجب أن تكون موقعة موثقة من الشخص المقاول، وأي مطالبات يجب أن تسلم للمكتب في خلال أو قبل اليوم 70 بعد التاريخ المتوقع لانتهاء التنفيذ، والتي بعدها يعتبر هذا الضمان لاغي ويجب إرجاعه إلينا. تم إخبارنا بأن المستفيد رب العمل يمكن أن يطلب مد فترة الضمان في حالة أن الدفعة المقدمة لم يتم ردها أو دفعها قبل اليوم 28 من انتهاء الصلاحية أو السريان، ونتعهد لك بدفع قيمة الضمان خلال فترة 28 يوم بمجرد تقديم المطالبة كتابيا بأن الدفعة المقدمة لم يتم ردها وهذا الضمان لم يتم مده. This guarantee shall be governed by the laws of Egypt، وهذا الضمان هيخضع للقوانين المصرية. وآخر حاجة اللي هو التاريخ والتوقيع، دي كانت الفورمز اوف سكيورتيز نماذج الضمانات. اخر حاجه اللي هي الاجريمنت الاتفاقيه، نموذج الاتفاقيه اللي بيمضي عليها المقاول او مقدم العطاء اللي رسي عليه العطاء ورب العمل. This agreement made on the day between the employer of the one part and hereinafter called the contractor of the other part، اتفاقيه تمت في يوم كذا between ما بين المالك رب العمل وكذلك المقاول وبيكتب اسمه. Whereas as the employer says that the works known as the construction of project name should be executed by the contractor and he has accepted a tender by the contractor for the execution and completion of these works and remedying any defects herein، حيث أن رب العمل يرغب في تنفيذ أعمال المشروع كذا بيكتب اسم المشروع بواسطة المقاول، وقبل رب العمل العطاء المقدم من المقاول لتنفيذ هذه الأعمال وإصلاح أي عيوب تظهر.
The employer and the contractor agrees as follow. اتفق رب العمل والمقاول على الآتي. In this agreement, words and expressions shall have the same meanings as respectively assigned to them in the contract condition herein after referred. في هذه الاتفاقية الكلمات والمصطلحات لها نفس المعنى طبقا لشروط التعاقد. The following documents shall be deemed to form and be read and construct as a part of this agreement. المستندات التالية تعتبر وتشكل جزء من هذه الاتفاقية. Letter of acceptance خطاب القبول. Letter of tender خطاب العطاء. The addenda الملحقات. Conditions of contract شروط التعاقد. Specification المواصفات. Contract drawing رسومات العقد. Bill of contents قائمة الكميات. Tendering procedure including the letter of tender. إجراءات التعاقد شاملة خطاب العطاء. Contractors proposal العرض المقدم من المقاول. In case of ambiguities or discrepancies, the priority of the documents forming this agreement shall be as stated above. في حالة وجود تعارض أو اختلاف فإن الأسبقية أو الأولوية للمستندات هتكون طبقا للموضح بالأعلى. In consideration of the payment be made by the employer to the contractor as hereinafter mentioned, the contractor by covenants with the employer to execute and complete the works and remedy any defects therein in conformity with the provisions of the contract and country law. بالنسبة للدفعة التي سوف يدفعها رب العمل إلى المقاول والمشار إليها، يتعهد المقاول لرب العمل على تنفيذ وإنهاء الأعمال وإصلاح العيوب طبقا لشروط التعاقد وقوانين البلد. The employer hereby confidence to pay the contract in consideration of the execution and the completion of the works and the remedying of defects herein, the contract price at the times and in the manner prescribed by the contract. يتعهد رب العمل للمقاول بخصوص تنفيذ وإنهاء الأعمال وإصلاح العيوب بدفع ثمن العقد في الأوقات والأسلوب المحدد في العقد. وآخر حاجة في حضور الشهود والإمضاءات بتاعت الإمبراير رب العمل وكذلك المقاول. وبكده نكون احنا خلصنا الجزء الاولاني بتاع التندرنج بروسيدرز اجراءات التعاقد، وهنتكلم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله عن بقيه مستندات العطاء من شروط التعاقد والمواصفات والرسومات وقائمه الكميات وايه هي مكونات كل جزء منهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.